بالتاكيد طبعا حابين بقى نطمن على الطقس الايام القادمه، الجو ايه، الامور دي، لان الحقيقه في صعوبه كبيره جدا. فبالتاكيد طبعا الافاده كلها هتكون مع الدكتور محمود شاهين هاتفيا، طبعا مدير عام مركز التنبؤات والتحليل بها الهيئه العامه للارصاد الجويه. صباح الخير على حضرتك، وحابين يعني نطمن بقى الاجواء والجو العام والحراره، الامور بالنسبه لك ايه، او بالنسبه للفتره اللي جايه هل ممكن نشوف شويه يعني قله كده في درجه الحراره ولا لا؟ صباح الخير استاذ كريم، ازي الاخبار؟ صباح الخير عليكم. صباح الهنا يا فندم. صباح الفل. الحمد لله احنا في فتره استقرار واضحه في الاحوال الجويه. بالفعل مناخيا بدا فصل الخريف، احنا بنستمتع باجواء ممتعه جدا في فترات الليل خلال هذه الفتره. درجات الحراره الصغرى انخفضت وصلت الى 24 و25 درجه بعد ما كانت بتسجل 28 و29 درجه من خلال الاسابيع الماضيه. مع اننا لسه فاضل لنا اسبوع على نهايه فصل الصيف، يعني يعتبر هذا الاسبوع هو اخر اسبوع في فصل الصيف 2023. الا ان الاجواء وتوزيعات الضغط سواء في سطح الارض او في طبقات الجو العليا تميل الى توزيعات فصل الخريف. ولكن خلال هذه الفتره رغم ان احنا في فصل الخريف الا ان الاجواء مستقره بشكل كبير، هو فصل تقلبات جويه لكنه ايضا بيشهد افضل درجات حراره على مدار العام على جمهوريه مصر العربيه. فالحمد لله اجواء مستقره وصبوره مائيه في الصباح الباكر، ليست كثيفه، مش هتاثر على حركه القياده، لكن طبعا يجب برضه توخي الحذر اثناء انخفاض الرؤيه سواء على الطرق الزراعيه او على الطرق القريبه من المصفحات المائيه. يعني الشبوره دي تحديدا انا شفتها وانا جاي النهارده، بس هي كانت يعني مش خفيفه شويه بصراحه، كان في برضو يعني مش هقول انعدام كامل للرؤيه، معرفش انت يعني في كثافه بصراحه، يعني فمش عارفه هل ده برضو هيستمر معانا دكتور محمود في الايام اللي جايه ولا بس كان اليوم، يعني خلينا برضو نطمن من حضرتك. هي حضرتك الشبوره عاده بتختلف من منطقه الى اخرى، وحتى في الطريق الواحد بتكون منخفضه في بعض الاماكن في هذا الطريق السريع، واماكن اخرى بتكون الرؤيه فيها واضحه. فعشان كده بنقول برضو فتره تكون السبوره لا تتجاوز الساعه 8 صباحا 9 بالكثير، لكن هي يعني مستمره معانا خلال الفتره القادمه على مدار الاسبوع. زي ما قلت لحضرتك يجب توخي الحذر اثناء القياده خصوصا على الطرق السريعه، وكلما اقتربنا من مسطحات مائيه او طرق زراعيه طبعا الرؤيه بتقل عن باقي الطرق. طبعا هي دي الظاهره اللي ممكن تكون مؤثره علينا خلال الفتره القادمه او خلال هذا الاسبوع، بخلاف كده الاجواء مستقره تماما، وزي ما قلت لحضرتك بنستمتع بطقس ممتع خلال فترات الليل. رائع جدا، نتمنى بقى خير. شكرا ليك دكتور محمود، جدا نتمنى خير الايام اللي جايه، لانه واضح من كلام دكتور محمود ان الشبوره هتستمر معانا، يعني حتى لو بنتكلم من الساعات الباكره اللي هي من 8 ل 9، ما ده موعد اصلا الموظفين ان كله بيكون في كثافة يعني مرورية في أكيد كثافه كبيره, كبيرة. جداً. وانا اساسا ما بشوفش بقى من بعيد اصلا، فتخيل مع الشبوره الوضع هيبقى عامل ازاي. يعني خلينا على كل حال نروح فاصل سريع ونرجع نكمل انا وكريم مع حضراتكم، خليكم معانا.